مع انه نشأت للشيعة دول في التاريخ الاسلامي كثيرة، من البويهيين كانوا شيعة، البويهيين كانوا زيدية بالدرجة الاولى، كانوا زيدية مش اثنى عشرية، لم يكونوا اثنى عشر، اصلا لم تكن نظرية الاثنى عشرية متبلورة حتى ذلك الحين. اذا ما قامت دول اثنى عشرية؟ لا قامت، لانه الفاطميين كانوا اسماعيلية، اسماعيليين، والبويهيين كانوا زيدية، ثم تحولوا في ايامهم الاخيرة او دعموا المذهب الاثنى عشري. قامت دولة تسمى الدولة السربدارية في القرن الثامن عشر في إيران، في منطقة خراسان و يعني نيسابور، وقامت بالصدفة هذه الثورة أيضا، دامت 50 سنة في أواخر أيام المغول عندما كانوا يحكمون في إيران والعراق والمنطقة، كانوا يعني يضطهدون الناس في منطقة نيسابور، والمنطقة كانت شيعية تلك الأيام، ولكن الشيخ حسن الجوري كان شيخ الشيعة في تلك الأيام، هذا كان ينتظر خروج الإمام المهدي حسب النظرية الاثنى عشرية التي لم تكن تجيز القيام بأي ثورة وأي دولة في عصر الغيبة، فكان يخرجون كل أسبوع كل يوم جمعة إلى الصحراء ويستغيثون ويدعون الدعاء ويقرؤون الأدعية وينادون الإمام المهدي بالظهور، أنه أظهر، نحن مستعدون، نحن جيشك ننصرك كذا، أظهر، لماذا أنت مختفي؟ هل لأنك خائف أو ليس لديك جيش؟ نحن جيشك، نحن أنصارك. فلم يكن يظهر الإمام، ومرة من المرات يدخل جندي في أحد البيوت، وهكذا كان يفعلون في تلك الأيام، يدخلون وينهبون ما يشاءون من البيوت، ولم يكن أحد يرد عليهم بأي شيء، مستسلمين انتظارا للمهدي. فالشيخ حسن الجوري أو أحد أنصاره دخل هذا الجندي المغولي ورأى زوجته بالأثناء فأعجبته، فحاول أن يأخذ الزوجة معه، قال لا، أخذ ما تشاء من البيت ولكن لا يجوز أن تمس الزوجة، قال لا، أنا أريد هذه المرأة، فجرد سيفه وقتل هذا الجندي دفاعا عن عرضه. ثم قامت ثورة شيعية في تلك المنطقة، جاء يعني أصحاب هذا الجندي كي ينصروه وهب الناس، وبالتالي قضى على فلول المغول في تلك المنطقة وأسسوا دولة وأصبحوا ملوكا. بالصدفة يعني، عندما تصرفوا كبشر، كبشر بصورة عادية، بدوافع إنسانية طبيعية. نعم، فالنظرية كانت تحول أمام قيام ثورة أو قيام دولة شيعية في تلك الأثناء، رغم أن كل الظروف كانت مساعدة على قيامه، ودامت حوالي 50 سنة في القرن الثامن عشر، حتى الدولة الصفوية. الدولة الصفوية كما هو معروف، الصفويون هم أتراك، و يعني يمتون بصلة قربة للعثمانيين، وكانوا سنة أيضا، وكانوا يتبعون طريقة صوفية، وكانت هناك كان امتزاج بين الفكر الاثنى عشري والطرق الصوفية والسنية حتى، فأيضا كانت هناك عقبة أمام القيام بثورة. فماذا فعل هذا مؤسس الدولة الصفوية الشاه عباس على ما أعتقد، أو الشاه إسماعيل لا أتذكر اسمه الآن، قال أني رأيت في المنام الإمام المهدي أو الإمام علي يأمرني بإقامة الدولة، أو يقول في رواية أخرى ذهبت إلى كهف ووجدت الإمام وأعطاني سيفا وقال اذهب وأقم هذه الدولة، وكان عمره صغير 14 سنة مؤسس الدولة الصفوية عندما أسسها، لأنه كان ينتمي إلى طريقة صوفية، والطريقة هي التي كانت تقود البلاد، وخرج في تبريز وأعلن قيام الدولة الشيعية الصفوية في بتكليف من الإمام، بتكليف حتى يكسر هذا الحاجز، هذه العقدة التي كانت تحول دون قيام الدول والثورات بهذه النظريات والأطياف والأحلام والقصص الأسطورية. يعني عندما سقطت الدولة الصفوية بعد حوالي 200 عام، برزت نظرية يعني ولاية الفقيه، يعني بدأ العلماء الذين كانوا ينتشرون في إيران والعراق حتى أنهم يرون أنفسهم قادرين على إدارة شؤون البلاد، فقالوا طوروا النظرية. طبعا قبل ذلك إذا رجعنا لوراء شوية، الشيخ علي عبد العال الكركي أحد علماء لبنان الذي ذهب إلى إيران أيام الدولة الصفوية، وجد الدولة ظالمة وطاغية ولا تتبع الشرع يعني بدقة، فعارضها وعاد إلى النجف، جلس في النجف حوالي 20 سنة، كتب هذه النظرية، كتب بعض الأشياء، أنه الفقيه هو نائب الإمام، هو الذي يحق له الإشراف على الدولة، يعني كان مشروع إصلاحي للدولة الصفوية أو مشروع
متطور عن الدولة الصفوية الذي كان يحكمون ملوك يحكمون بس بالإمام المهدي، وهم ملوك عاديين مش متدينين ولا ما ملتزمين ملتزمين بدقة بالهذا، فوجد فسادا كبيرا يتم باسم المذهب وباسم الإمام المهدي وباسم النيابة عن الإمام المهدي، النيابة الأسطورية يعني الملوك. فقال لا، نحن وكلاء الإمام. فطور هذه النظرية، نظرية النيابة العامة، هي كانت نظرية صغيرة أو فرضية بسيطة يعني، طورها وقال نحن الفقهاء هم الولاة الشرعيون. عندما جاء ابن الشاه إسماعيل واسمه طهماسب، وكان هناك صراع بين أقطاب الدولة الصفوية وأركانها، قادة الطرق الصوفية اللي كانوا موجودين اللي يسمون القزلباشية، فاستدعى هذا الشيخ من النجف مرة أخرى وقال له أنت يعني الإمام الأكبر في الدولة، أنت صاحب الحق الشرعي وأنا وكيلك ونائب عنك أحكم باسمك، وأمر كافة أركان الدولة أن يسمعوا لهذا ويطيعوه ويطيعوا أوامره، فحكم باسم نيابة الإمام باسم ولاية الفقيه، لم تكن مطروحة بشكل ولاية الفقيه، إنما أنه المرجع الديني هو صاحب السلطة الحقيقية الذي يشكل امتدادا للإمامة والإمام المهدي، وبالتالي الملوك يجب أن يخضعوا له ويأخذوا إجازة منه، حتى هو أصبح ملكا بإجازة هذا الشيخ اللبناني اللي عائد من العراق، الشيخ علي الوسيلة الإطفاء الشرعية الكركي، نعم إطفاء الشرعية من هذا، وأصبح كل ملك يأتي في التقليد الصفوي كل ملك إيراني يحكم باسم يأخذ إجازة من العالم يحكم هذا، حتى يصبح حكمه شرعيا، وإلا لا يجوز الحكم في عصر الغيبة الصغرى في عصر الغيبة الكبرى إلا بإذن الإمام. فهذه بدايات ولادة نظرية ولاية الفقيه، ثم تطورت لا بعد بعض العلماء بدأ يطرح لا نحن نحكم، لماذا نعطي الوكالة للملوك؟ نحن نحكم بصورة أساسية بناء على هذه النيابة العامة، ولكن نوقشت كثير من العلماء كانوا يقولون لا، على أي أساس؟ لا يوجد أساس شرعي لهذه النظرية وأدلتها ضعيفة ودونها خرط القتات كما يقول. لكن هي كما قلت أنت هي مخرج براغماتي نعم. عقلاني للقيام من حالة غير طبيعية، لأنه من غير طبيعي نعم. أن ينتظر الإنسان نعم. شيء لا يبدو أنه نعم. قادم نعم.